يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يرى بعض أهل العلم أن تفسير الاستواء بالاستقرار أنه نوع من التشبيه، هل هذا الكلام صحيح؟ نوع من التشبيه عنده هو، أما عند أهل السنة والجماعة فليس نوعا من التشبيه، والحمد لله. استقرار يليق بجلال الله، لكن هو ما بباله إلا استقرار المخلوق، فلذلك أشكل عليه. وكما قلنا لكم، الواجب على العبد أنه يسلم، ألا يدخل في هذه المتاهات. وشيء ثبت عن السلف ما يجوز للإنسان أنه ينكره ويجيب رأي من عنده، رأي جديد. نعم.